فانا في عندي مهارات الوقف والتمهيد. طب انا محتاج مش في عندي حاجه اسمها توافق؟ طب انا في طالب عندي توافق. ده التوافق ده مهم جدا جدا عندكم، مهم جدا، لان التوافق اللي هو بين جسمي وبين الكوره وبين المسافه اللي جايه لي، وهل انا هبنيها للاعب بتاعي على مسافه قد ايه عشان ممكن يلعبها؟ الكوره دي جايه لي، جايه لي عاليه هاخدها على سري، ففي مسافه هتقص بيها الكوره ولا هاخدها في رجليا هقطع كده مسافه معينه وبقوه عضليه معينه عشان ما تبقاش رجليا صلبه فتقدر تاخد بعيد. التوافق عضلي حصل بين الجسم وبين الكور وبين العين. هل ده في الصغر الطفل الصغير لما تيجي تدي له كور يقول لي امسكها بيبقى عنده توافق؟ انت لما تقول انت لو ما عندوش توافق هيبقى عندك. فده اساسنا في اي رياضه بنخش فيها بصفه عامه، مش كره قدم. جميع القرارات الحركيه الاساسيه او الطبيعيه الاساسيه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الطفل او حطها في الطفل وهو هو صغير تلاقي جنبه احنا بنستخدمها في الطفولات عندنا. ولا ما بيعرفش يجري يلعب على الكرسي، ولا ما بيعرفش يوصل يلعب على الكرسي، ولا ما عندوش قدره على الشجاعه تضرب كوره بس ازاي؟ الحاجات دي ما بتساعدش يعني، مش عندهم المشكله اللي هي الاطفال كلهم من امتى؟ حتى لو صغير تجاعي بس ليها بس على الاقل هو عشان مش عايزين نخش في الفسيولوجي عشان في حاجه اسمها المسار العصبي للعضل. لو المسار العصبي ده هشرحه لك بالظبط بحنفيه حنفيه الميه اللي بتخش كل شويه بقى وعنده مسار في الخرطه صفار كده او حاجه مهما جعت وشلته وتيجي تقعد تمشي نفس الخطه بتاعتها تاني عشان تبقى اضعف نقطه في الخطه خلاص. فهو ان هو المسار العصبي بتاع العضله اشتغل خد المسار بتاعه. لكن لو عرفت وهو صغير، انا سالت هنا في زميل قال لي في عندي طفله سنتين. مين الزميل؟ هنا هنا انا ابيض. فعلا وهي قاعده في البيت بتقعد ازاي؟ بتقعد ازاي؟ قاعده بتلعب على مساحه كده بتلعب قعدتها انا مثلا قعدتها ازاي؟ انا ضربت بنتي بالذات على الارض. على الارض على الارض خلي بقى حضرتك من لعيبه الكوره
ثواني بس انا خالص خالص يا سكت بقى احنا هندخل ما تخرجوش على راي حد سيب زميلة تسأل زي ما هو عايز ودكتور بعد ما يسأل عايز السؤال حاضر بص حضرتك كمان لعيبة الكورة فوق 22 و 23 سنة او 25 سنة خلاص لا هتلاقي عندهم كاريتهم تكورات هل هم ليهم كده؟ هل هم ليهم لعبوا عندك وهم صغيرين كده؟ بدون تقوص؟ لا ده ممارسة الكورة عشان كل كورة كل لعبة ارتكاز على لعبة على الرجل واللعبة الرجل الثانية هو اللي بيؤدي ان يبقى في حمل كتير على المكان خلاص؟ والمكان الثاني لا ممكن لسه يا جماعه عندكم تشوفوا القوام لان الرياضه بتاثر عشان كده لازم حضرتك من صغر الولد تاسسه صح حتى في برامج التدريب بتاعت حضرتك لازم في عندي هنخش فيها قدام شويه خلاص العضلات العامله والعضلات المثبته والله هيك ان انا جاي ولا عندي خالص نفس المواصفات دي خالص دي انا اشتغل معاك ولا انا اللي مش اشتغل كويس جاي معلم ولا جاي 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 كويس كويس خش في الدكتور يعني في منه امل ان هو يكون ولد موهوب كويس يبقى تاخده وانت بتعمل له محتاج التدريب بتاع حضرتك لازم تغسله حاجه اسمها فهو فبتين فهو
وصلت المعلومه؟ طب بالنسبه كان في بعد اذنك حضرتك تقرا شويه كده دلوقتي بس بتقطع مثلا في فهي بتمشي اقعد بس على الفيديو لا دي فيديو حاجه خاصه خليها خلاص اتفضل بالنسبه للطفله اللي عايشه معايا القعده سمعني شوف الطفله اللي حضرتك قلت عليها القعده بتاعتها قعده غلط انا دلوقتي ازاي دي طفله هعزلها القعده بتاعتها وايه القعده اللي ممكن اخليها تتعود عليها؟ انها تقعد مع بعض او تقعد فرد رجليها وهي طفله هقدر طبيعة كويسة اقدر اعمل لها كنترول الالعاب من خلال اللعب من خلال التجربه الحركيه يعني انا النهارده دلوقتي عايز احسس الطفل اللي عندي اللي جاي يلعب كوره بالمسافه انا همرر الكوره بطل القدم من هنا للاخ اللي قاعد ده دي احساس بالمسافه خدت مع حضرتك اعمل له لعبه صغيره ازاي؟ انت بتساعدك ماشي؟ ممكن اقف في الهوا ويرمي طوب يرمي الكوره لزميله يبقى ان هو شايف ان اللي هو لو جمعها بص تعالى انا عايزك تجيبها في رجليك خدت حضرتك ماشي؟ طب اعملها بقى برجليك طب كذا وتقعد تحط له العاب او تدريبات او تمرينات زي ما بيسموها بسيطه الى ان تصل الى درجه الاتقان. شكل الالعاب مش اوامر ليك او مش اوامر كده او مش لا 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 لا, لا. اوعى تقول للمتعلم اللي قدامك الخطا او اعمل كذا عشان ما تبقاش كذا. ما تبقاش، لا اعمل كذا عشان تبقى كذا. هو مش هو ده اللي انا عايزه. فاهم الفرق؟ لا، ما تقولوش مش هو ده اللي انا عايزه برضه. ما تقولوش انت بتعمل خطا خالص. زي ما احنا بنتكلم دلوقتي، انت كلامك صح، انت كلامك صح، طب ادي ده ازاي؟ انت خدته بحضرتك؟ لكن اوعى تقول للطفل اللي قدامك لا. خلينا في المبدا بتاع ضبط الخواطر. ماشي؟ تمام؟ خلاص؟ فانا عندي المهاره بتمر بثلاث مراحل. التوافق الاولي، التوافق الجيد، التوافق وطبقا لنوع المهاره. عندي المهارات، مهارات بسيطه، مهارات مركبه. ماشي؟ عندي المهارات، مهارات وحيده الحركه، ومهارات مركبه الحركه. ماشي هنتكلم في كل ده بسرعه عشان نقدر نلم قبل وقتكم يخلص. ماشي فانا عندي المهاره دلوقتي بتمر بثلاث حاجات. انا عندي لاعب عايز اعلمه ضرب الكوره بالراس. لو وقفت قدامي هنا ورميت الكوره دي كده هيبقى مضيع. هل ليها سن معين؟ نعم؟ ليها سن معين؟ حسب السن اللي عندك. يعني خلينا بس نمشي في واحد الاول وبعدين نبدا السن. خلاص؟ انت جاي قدامي دلوقتي واحد وعامل لك كده كده عينك ما تبقاش مظبوط ولا غلط؟ فمالك الطفل الصغير لا انا ممكن اجي وامسكه وامسك الكوره كده واحطها على راسك تحاول توقفها. احساس تديله احساس بالاداء قدامه تندم تندم بالمراحل بتاعت التعلم. خدت حضرتك؟ الله ده يكون في التعليمات برافو عليك طب سؤال بس كده تمام؟ لا انا عايز ازاي اعلى لا انزل تحت وخليها على الدرج وسؤال تمام تمام طب ما تكون كده كده والنهايه تكون وضربها لقدام فده ايه؟ من السهل للصعب. من السهل للصعب لغايه لما ابدا ابعد وارمي له الكوره وهو يفتح عينه ويقوم شويه ضربها بدماغه وبعدين لا ده بعد كده خليه يضربها في دماغه في منطقه معينه عشان انمي عنده الدقه. لا ده لازم خليه يضربها في دماغه في المكان ده عشان يبقى قويه تمشي بسرعه معينه. عشان حارس المرمى ما يشوفهاش انت بتديله تدريبات متدرجه في مستوى الصعوبه الى ان يصل ادائها للاليه اللي هو يأديها في اي موقف من مواقف اللعب تحت اي ضغط. قدامه مدافع، قدامه اثنين، قدامه ثلاثه، قدامه مهاجم بيصيد، قدامه مهاجم بيشتم، قدامه حكم ممكن يحسب عليه فاول، قدامه نتيجه في فرقته لو ما جابهاش جول فرقته هتعمل فيه ايه؟ كل دي ضغوط ضغوط عليه مدربه ممكن يسحبه من الملعب وينزل لاعب ولا تاني، كل دي ضغوط نفسيه لو وصل اللاعب ان انت بتحط له التدريبات بتاعت حضرتك التمارين بتاعت حضرتك جوه الضغوط دي كلها متمرنه عليها